المختار بعتني مشان خبر أهل الحارة الخيالي وغير الخيالي إنه بكرة بعد صلاة العصر في سباق خيل بين حارتنا وحارتكم بميدان الخيل، وهي خبرتكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. علينا ديبو ما يشيدك للضيع. يا محمد مجاي على بالك اشترك بالشباب؟ والله بكذب عليك يا فخري إذا بقول لك مو جاي على بالي. بلا جاي على بالي، بس يا حسرتي ما عندي فراس. الله يكرمك. هذا العرس السوس. اي أيوة والله ذكرني. شاي قلبينا اليوم ان شاء الله الف صحه. شريف انا اخو حرمته لابو نجيب، والاخ ابو قاسم مختار الضيعه. يا سيدي والنعم منك وتشرفنا بالمختار. الله يعزك ويعلي مقدارك يا مختار. ان شاء الله بعد صلاه العشاء بنشرب قهوه عندك. خلينا هلا نلحق سهرنا ابو نجيب، لكننا لقمه عنده ونرتاح شوي. حاكم مشوارنا كان بعيد وتعبان. يا سيدي بيتنا وبيت ابو نجيب واحد، نحن منفوت على المضافه بنتغدى وبترتاحوا شوي وبنبعث له خبر لابو نجيب بيتغدى معنا. الله يديمك مختار، بس والله صهري ابو نجيب ما بيهون عليه. لا لا ترك الهم، بيهون عليه سيدي. خلاص مختار مثل ما اتفقنا، اسمح لنا هلا. ايه ديبو بيرضى عليك، بتوصل الجماعه لعند ابو نجيب وبطريقه بتقول له محمد يجي يشوف لي الفرس ليش ما عم تاكل. حاضر مختار. تفضل. تشرفنا بمعرفتك مختار. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. الله يسترنا من ابو نجيب وفصوله، اكيد راح يسود وشنا. ها اجى ابي. ان شاء الله تسلم لي هالضحكه، تقبري قلبي، اضحكي هيك فرحي لي قلبي. الله يعافيك. الله يعافيك يا بنتي، الله يستر عليكم ويرضى عليكم. يا بنت كرمالك ما عاد اضعف بنوك. ان شاء الله ما بتشوفي المرض لا انت ولا اخواتك ولا كل الناس. يعطيك العافيه ابن عمي. الله يعافيكي. خدي يا بديعه، خدي هاللحمه وحطي لها ملح وبهار، وانتو يا بي حضروا لي هالفحمات، بدنا نشويكم اللحمه ونطعميكم اياها. هي لدلال خانو منشان تعبي بطنها. بدي اشوي لك اياها اصابع. عن حياة بي. لك ايه؟ بس يا بي انا ما بدي لحمه، انا بعرف انه معك مصاري كثير. ولا يهمك يا بي ولا يهمك، الله بيبعت. تقبرني من وين جبت هاللحمه؟ بيت ابو عبدو نادرين يذبحوا ذبيحه، قاموا ذبحوها اليوم ووزعوا على اهل الحاره. الله يجزيهم الخير. شو هالجيه الحلوه؟ يا اهلا وسهلا. اهلين بختار، يا اهلا وسهلا. تفضلوا. لك ام عبود ان شاء الله مبسوطه بالشام. الحمد لله. والله الحمد لله. كيفك انت ام قاسم؟ الله يسلمك يا رب. تفضلي تفضلي. الله يزيد فضلك. سلمنا اختي بارجيله، كان الله يرضى عليكي للمختار، وعجلينا بالغدا شوي ترى جوعانينها. خس الجوع اخي، خس الجوع. اهلا وسهلا فيكم اخي. بدي اسالك عن عبود، والله اشتقت له كثير، ليش ما جبتوه معكم؟ عبود؟ عبود والله أختي طلعنا من الضيعة بعد صلاة الفجر وفيقنا وما كان يفيق معنا. صحي وينه الولد يا أبو محسين؟ والله ما بعرف. صحة وهنا. أهلك يا عمي. ما تاكل ابن عمي؟ الحمد لله كفاها المولى. كل ابن عمي، في لحمة خير الله تحت الخبزة. كل هالسخ من ايدي يا بي. والله شبعت. عم قلك من ايدي، وانا بدك يعني ازعل منها. لا دخيلك، كل شيء الا زعلك. يا مو انت كمان شبعتي؟ اي يا مو الحمد لله شبعت. كلوا انتو لا تخلوا شي. ها يا مو معلش خبي سيخين للعشية. يا مو كلي هلا وشبعي، والعشية بيفرجها الله. وبعد ما اشترينا جاز غنوم وزهرة قلت لهم يلا يا جماعة بوشكن على بيت اختي ام عبود، منه منطمن عليكي وعلى ابو نجيب، منه منعزمكن على عرس اختي. ان شاء الله الف مبروك يا ميت. اهلا وسهلا، شرفتونا. تفضلوا بالله تفضلوا. يا اهلا وسهلا فيكم. شرف سيد راسي. شرف بس ما يكون اكلهم الدبور. شو هاد سيد راسي؟ دبور؟ يا حبيبي إله حوشت أنو دبورها؟ حشات الدكر مشيشون ومحفظون ورابطون ربطة. أي المرغوط ما بفوت عم تقلي دبورها؟ دخلك كتار هني؟ كم عنقود بيطلعوا؟ والله يعني بيطلعوا شيء 10-15 عنقود يعني هيك شيء. يلا هلأ هاي هي شغلتها. ما شاء الله على التجرة. إيه والله فكرة عندك شي 200-300 عنقود. لك مناح سيدة سيد مناح.
15 عنقود محرزين، كم عنقود صغير، شوية فرافيت، لك الشبك خليك يصير شبك. ها شرف سيدي شرف. جينا وجينا منشوف هون. لحظة، يا الله يا الله يا الله. يا اهلين وسهلين، اهلين اهلين باحلى ابن نجيب، اهلين باحلى صر. اهلين لونا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وين وفينا؟ بعدنا اللي وعدناك يا وجينا لعندك يا ابن نجيب. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا والله. شو صار معك يا ابن نجيب؟ في رجال عم يندالك برا سهري. خليه يتفضل سيدي، خليه يتفضل، خليه يتفضل. تفضل عمي تفضل، شرف. يلا يلا يا ساتر، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا ابن نجيب، ورجيني العنبات وخليني اروح، باينتك مشغول. لا ولا يمك سيدي، وهي العنبات لكم. وينه؟ شو شايف ما فيها ولا عنقود؟ الله لا يوفقكم، الله لا يوفقكم، الله لا يوفقكم الهي، الله يكسر ايديكم. لك ولا العنبات يا حرمان؟ ايه سيدي؟ تشتري زبيب؟ زبيب؟ ايه ايه زبيب. وشو بدي بالزبيب؟ طيب اورما، بتشتري اورما؟ لا عمي لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك وينك يا معبود؟ انا هون ببيت المونة. والله لا يوفق يا عمي. لك مين معطف العنبات؟ انا والله قلت له لاخي قطفهم مشان المختار والضيوف اللي معه. الله لا يعطيك العافيه. ولك ضروري تطفيهم كلهم. اطفي عنقود، عنقودين. لك ليش المعزقة؟ لك لك هص هص. الله يخليك، صرنا مو محرزين. انت شو عم تعمل هون بيت المونة؟ لك عم بسلق لحمه، بدي احط عليه هون شويه برخال. لحمه؟ منين جبت اللحمه؟ شو بتعرف الشعر؟ الله كريم الله كريم، بعدي اسمه الرب، بيت ابو عبده دبحين ذبيحه ندر، بعته لنا شوي. شفت شلون الضيف بيجي من هون والرزقه بتجي من هون. وقديش عطي لنا لحمه؟ مو كتار يعني، قدر نص رطل. نص رطل؟ قديش امتي من هون؟ لا شو بدي ام من هون، دوبهم يكفوا يا رجال مو محرزين. عملتيهم كلهم. الله لا يوفق، الله لا يوفق، الله لا يوفق. شو بقى صهرك وشو تقيل؟ شو القصة؟ ما في شي مختار، أبصار يعني بيكون متنقر له مع شي حدا برا. لا والله أنا حاسس إنه زعل مشان العنبات. إيه لا لا مختار، مو لهالدرجة. ما شفته جايب زبون مشان يبيعه؟ لك الله يفضحكم، إن شاء الله ريته سم الهاي. قوموا يا جماعة. لك الله يسود وشك يا أبو نجيب، لك الله يسود وشك مثل ما سودت وشي، لك يا عيب الشوم عليك. شو أمرت بسيدي؟ شبك انت التاني؟ خلاص ابو محسن خلاص، احنا رايحين. والله سيد راسي اذا بتعدوا انتوا عيني، واذا بتحلقوا بتفرقونا انتوا عين تاني. ها لك تضرب انت وعين تينك، الحق مو عليك، الحق على اللي اجى لعندك وعمل لك قيمه واجب. لك يا عيب الشوم، بس يا عيب الشوم. ليش سيد راسي ليش؟ ليش مفكرين انا فاتح مضافه ولا تكيت السلطان سليم وانا ماني دريان؟ ها لك الله يسود وشك الهي، الله يسود وشك. مشان الله لا تواخذني مختار، مشان الله. لك هذا المختار ابو قاسم، هذا لك هذا اللي مضاته مفتوحه ليل ونهار بحضوره وبغيابه. مشان الله لا تواخذنا مختار، مشان الله حقك علي. لك يا سيدي فرقونا فرقونا، خلصونا فرقونا. يلا يلا يا جماعه يلا. شو جايبين الضيعه كلها وجايين؟ يلا لا تتركيها بلا عمي بلا بنزمي. خليكم لك خلصينا الله معكم. لك الله معكم. ناويني سنية، ناويني سنية للمع عنبات تعملها نسبيب. يلا لشوف شو؟ ما عم قل لك يا مختار. الله يسود وشك يا أبو نجيب. وقلعهم كلهم؟ طلعوا من بيته يعني؟ ايه مختار قلعهم. لا هي كبيرة بحقنا، لازم نلحقوا. الحق عمك، لك الحق عمك. الله محيي ضيوف، حياك الله. معلش استروا ما شفتوا من ابو نجيب وزرعوها بدقني. رايتكم بيضا يا مختار، ونحن ما شفنا من ابو نجيب الا كل خير. انا دريت باللي صار، وعلي الجيره جيره الله، ما بتروحوا من هون قبل ما نقوم بواجبكم. راحت عليكم يا مختار، واللي صار صار.
حلفتك بالله يا مختار ما بتروحوا قبل ما نكرمكم. تسلم يا مختار. على كل حال احنا مشغولين شوي، خيرها بغيرها. انا شيرت الله عليكم يا جماعه، بس كانوا لابد يعني بدكم تروحوا مشغولين، ذبيحتكم جاهزه، يا بتاكلوها عندي بالمضافه يا بتاخذوها معكم. اصيل وابن اصول يا مختار، والله يحيي البطن اللي حملك. عبود لك وينك انت؟ شو عم تساوي هون؟ بابا يلا تفضلوا تفضلوا يا جماعه. شو فخري ذبيحة وما ذبيحة شاي؟ ايش بدنا نساوي؟ رزق يا الله يا رب. ابن عمي شوفي شبك؟ ما في شي ما في شي. كيف ما في شي؟ ايه شو شايفني ماني حاسة فيك؟ ايه والله والله كل ما بتطلع فيك قلبي بيتقطع من جوا. سلامة قلبك. الله يسلمك ويديمك فوق روسنا يا حق. ابن عمي تقبرني، هلأ نحنا مو قلنا عمر عايشين مع بعضنا عالحلوة والمرة؟ مو نحنا سترو غطى لبعضنا البعض؟ كلامك مزبوط. طيب ليش ما بتطالع يلي بقلبك بتريح حالك؟ على قليلي كنت بحمل عنك شوي، وهالحريمات ما لازم يعرفوا أهليتهم، ولا بدك إياهم مقطوعين من شجرة ما لهم أصل ولا لهم فصل؟ إذا ما لهم أصل ولا لهم فصل احكي احكي حتى نعرف. شلون ما لهم أهل؟ إلهم أهل وأهل من خيرة الناس كمان. طيب وين أهلهم؟ وين عمومتهم؟ بديعة يا عيون بديعة، انت معك حق يا حرمي، انا صار لازم احكي لك، والبنات صار لازم يعرفوا اهلهم وعموميتهم، وانا خايف يصير لي شي على غفلة والبنات يضلوا مقطوعين والناس تستوطي حياتهم وتتمقطع فيهم. الله لا يحرمنا منك ويديمك فوق راسنا. بس يا ترى يا بديعة اذا بحكي لك قصتي بتصدقيني؟ يو اسمعوا على هالحكي، ليش لحتى ما صدقك؟ لأنه أبي بزمانه ما صدقني، والبنت يلي كنت خاطبها بالضيعة ما صدقتني، ومنشان هيك أنا ساكت. بس يشهد علي ربي يا بديعة، يشهد علي ربي إني مظلوم وبريء. والله مصدقتك مصدقتك تقبر قلبي إن شاء الله. أنا يا حرمي من الغوطة الشرقية، من ضيعة اسمها البزينة، ويشهد علي ربي يا بديعة إنه بحياتي عيني ما رفت على الحرام. والله مصدقتك، الله لا يوفقها، الله ينتقم منها ونيال المظلوم اللي عند ربه بري. يعني أكيد مصدقتيني؟ مصدقتك ابن عمي. طيب ما اشتقت لأمك، لأبوك، لأخواتك؟ ما اشتقت لأهليتك؟ ليك لك كيف ما اشتقت لهم؟ طيب ليش ما بتروح تطمن عليهم؟ يعني القصة صار لها زمان والعالم بيكونوا نسيوها. لك آخ يا بديعة، بالضيعة ما حدا بينسى شي، وربك العليم مين اللي بيكون مات من أهلي ومين بيكون لساته عايش. طيب ابن عمي بعت حدا يجيب لك أخبارهم؟ مين بدي يبعت؟ يلي رح أبعته رح يعرف السر، والسر بس انطلع من صدرك يا بديعة وانتشر بتصير الناس تكبر وتصغر على كيفها. يلا رح روح شوف فرس المختار. بدك شي؟ بدي سلامتك تقبرني. روح الله يهدي بالك ويجمعك بأهلك عن قريب يا حق، وإن شاء الله ربي دخيل اسمه بيظهر براءتك والناس كلها بتعرف إنك بريء ومظلوم. الله يسمع منك يا بديعة، يلا بخاطرك. الله معك. نقشت معك يا أبو نجيب، نقشت ذبيحة وعزيمة وبيت المختار. قوم قوم لك أبو نجيب، قوم وما ملك حوصة قدام بيت المختار، وغب من قرديش اللحم. بعد القرديش القطايف والتحلاية والكنافة. قوم
قوم لك ابو نجيب سلوت سلتك. قوم قوم نمر نمر يا ابو نجيب. يا أسعيك أخي أسعيك. شو بدنا نعمل يا أبو قاسم؟ هذا أبو نجيب نيئة عن الخليقة، هيك الله خالقه. والله يا مختار عيب الواحد يحكي. إيه ما قصرنا بحقه وقت اللي إجا أخذ مستورة من عنا. والنعم منكم، طول عمركم ما بتقصروا يا أبو قاسم. فالج لا تعالج. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يخزيك. دكتور دف عليك. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك إلهي عم. طيب والله مخرسك يا طعمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. فوت ابن نجيب فوت. فوت؟ ليه؟ هرب؟ بأي وش بده يفوت؟ الله وكيلكم يا جماعة، واحد مثل هاد بيقطع النخوة من رؤوس الرجال. والله كلامك مزبوط يا أبو محسن. يعني بشوف بس. السلام عليكم. عليكم السلام. يا محمد أبي أبي قاسم قاسم والله غابك هتحيلي يا أبي. الحمد لله اللي شفتك قبل ما يا حبيبي يا أبي. الحمد لله الحمد لله اني شفتك قبل ما الحمد لله الحمد لله يا أبي الحمد لله. يا ميت أهلين وسهلين بالست أم قاسم. بالمهلي أختي أم الضاح، ربي الحق يخلي لك ياهم وتفرحي فيهم ويطول لك عمر هالرجال الشهم. اي والله والله اهل الشام كلها لازم ترفع راسها فيه. الله يسلمك يا حق. مضاح يا مضاح. ايه ابن عمي جاي عن اذنكم. اهلا وسهلا. الله يسلمك يا رب. تفضلوا تفضلوا. نعم. الحرمه اللي اسمها ام قاسم عندك جوا، قولي لها تجي، في واحد بده يسلم عليها. ام قاسم يا ام قاسم. خير اختي ام مضاح؟ تعي لعندي شوي. يلا. خير أم وضاح؟ قال في واحد بده يسلم عليكي. يسلم علي أنا؟ إيه أنا ما بعرف حدا هون. أمي يا أمي. قاسم قاسم هفت صوت أمي. قاسم قاسم قاسم. يلا ولك يا مو، عجلوا لكم شوي قبل ما يجي أبوكم. وانتي يا مو زهرية برضاي عليكي، لا تنسوا الفحمات شاعلين. حاضر يا مو. ليه كنتوا زعلانين انتوا ابي بالاوضة؟ انا شفتكم تناوقت عليكم. يا عليكي، مو عيب عليكي تناوقي علينا ولك امي؟ يا مو عن حق كنتوا زعلانين. تفضلوا تفضلوا. يا الله. يو شو تفضلوا ما تفضلوا؟ يلا يا بنت. اوام اوام تفضلي تفضلي. يا مو يا ميت اهلا وسهلا. يو مين هدول وليش فوتوا لهون؟ يا بديعة حطي على راسك وتعالي انتي والبنات. شو ولك تعالي لعرفك على عمك ومرت عمك وسلفك. تعالوا يا بي، تعالوا تعرفوا على جدكن وستكن وعمكن. تعالوا يا بي تعالوا. لك اهلين اهلين يا اهلين 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 اهلين. والله اهليتو يا حبايبي. الحمد لله. اهلين يا لله يا رب. الله يرضى عليك. ابني هلا انت جدي؟ ايه والله انا جدك يا احلى جدو. ما شاء الله ما شاء الله، بناتك صاروا صبايا وما بيعرفوا اهلهم. شلونك عمي؟ عمي اه يا عمي إيه هلا ارتحت. إيه هلا صرت منيح لما شفتكم شفت ابوكم. يا ميت اهلا وسهلا بالحبايب. يا ميت اهلا وسهلا بالغوالي. الله يرضى عليك ويوفقك يا بنتي. الله يرضى عليك يا مرت الغالي يلي درتي بالك عليه وعوضتيه عنا. انتو ما بتتعوضوا مرت عمي، اشهد علي ربي ما نسيكم لحظة واحدة بحياته. تقبري قلبي يا بنيتي.
حسيت حالي بعرف أهلك من زمان. لا ابن عمي، حضر العشاء ولا لسه بكير؟ لا، العشاء اليوم عند المختار، وإن شاء الله بعد صلاة المغرب بدنا نروح كلياتنا لعميك. ونحنا كمان؟ لك إيه، وإنتو كمان، المختار أكد علي تروحوا معي. تعرف والله والله حبيتهم لأهلك من جوات قلبي، يشهد علي ربي. حسيت كأنه شايفي أبي وأمي طالعين من التربية، ولا البنات يا علي طايرين من الفرح. هالمقصوفة الرقبة دلال ما عم بتقوم من حضن جدا. لك تركيهم يشبعوا منهم، تركيهم يا علي يا عليهم، صلوا زمان محرومين منهم. حكياتها بقى احلاها. ايه والله حكياتها كتير حلوين. تسلمي لي ان شاء الله، تسلمي لي. جدو ما ادري ان انا كنت ضعفانه، كنت رح موت. سلامة قلبك من الموت يا جدو. لك تقبلي قلبي ان شاء الله، لك عمتها مريم لا راحت ولا اجت. لك خلصنا بقى، خلصنا. حلي على راس جدك وستك، خليهم يرتاحوا. من لما اجوا لهلا ما تركتيهم. اتركها يا بي، اتركها يا بي. الله يرضى عليك، خلي الحريم يسبونا لبيت المختار، ونحن منصلي المغرب بالجامع ومنلحقهم. يلا يا بي، الله يرضى عليكم، قوموا البسوا. لك يلا بقى قومي البسي منشان تروحي. لا انا بدي اروح مع جده. هاي ما حبيتها منك يا ابو محمد. حق الضيف على المعزه بثلاث ايام. الله يخلينا اياك ويديمك يا مختار. حقيقة انت كفيت ووفيت وفضلت على شاورنا. انتوا اللي فضلتوا علي يا ابو قاسم وقبلتوا عزيمتي. شو الوضع؟ ما لنا حصة بالضيوف؟ ولو يا عقيل انت الاصل. الله يخليك يا ابو الله. بعد اذنك ابو محمد، خد عيالك لعند اهلك، خليه يتباركوا فيهم. الضيوف محسوبين علينا. بكره يا جماعه افطركم الصبح كلكم عندي. الله يبارك فيك. الله يخليك. الله ابو خير، بدك تجينا بمعيه الشيخ؟ ها ان شاء الله ان شاء الله. هلا انا بتعذرني لانه عندي دوام. لا يا ابو خير، على كل ان احنا عزمناك وانت عمل بأصلا. وبكرة يا مختار بدك تشرفنا انت والعقيد وكبارية الحارة اللي عنا على الضيعة، انتو وعيالكم، مشان تحضروا فرحتنا برجوع ابني قاسم. يا سيدي بنتشرف، يشعل ايامكم كلها افراح ان شاء الله. يا سيدي بنتشرف يا ميتا. لو تشرفوا شرفوا يا جماعة، تفضلوا. تسلموا هديات يا جدو. شكرا. الله يسلمك. الله يحفظك. الله يسلم هديات تيتي. انا بدي نام بين جدو وتيتي. هلا كمان انت بتضلي حاشه حالك بكل شيء. تعي تقبريني، لا تزعلي، انت نامي هون وهي بتنام بيني وبين جدها. بتشوفي انت وياها عند ابوك. بدك تحكي لي حكايه؟ مو تكرم عيني. صباح الخير. انت من اهل عمي. من اهل بابا. كان يا مكان بقديم الزمان. هلا بتروح على الخان تاخذ فرسك وبشك على الضيعه، بتخبر كل اولاد عموميتك وكل اهل الضيعه، بتقول لهم انه نحن لقينا جاسم وجايين بعد الظهر على الغداء، وجاي معنا ضيوف كثير من الشام، بتذبحوا الذبايح وبتجهزوا الغداء، بتجهزوا كمان الطبل والزمر وبتنصبوا بيت الشعر، يعني بدنا نعمل له عرس لاخوك يرفع فيه راسه قدام كل اهل الحاره. بكفي لي شافه منظلمه حرمان لك ابني، بكفي. تأمر يا بي، دعيلي. الله معك يا بي، الله ييسر لك. شو يا خديجة؟ في عرس بالضيعة؟
لا فايزة خانم، هذا المختار أبو قاسم عامل مرسح اليوم لأنه ابنه قاسم رجع بعد غياب 15 سنة. قاسم رجع؟ ايه معلمتي رجع. روحي لعند المختار وقولي له بتقلك فايزة بدها تشوف قاسم ضروري، بتقلي له تيجي انت وقاسم وشيخ الجامع وبتجيب شي واحد بيعرف يقرا ويكتب، واذا كان قاسم متجوز خليه يجيب مرته ولاده معه. امرك فايزة خانم. يا ترى رح تقدر تسامحني يا قاسم؟ يا رب تهدي وتخليه يسامحني، بدي برر زمتي قبل ما اموت. يا رب وتبت وراجعت نفسي، اغفر لي يا رب، اغفر لي يا رب. ها بجو بجو، ان شاء الله ما يبلع المنظر إلهي، ان شاء الله ما يبلع. المنسف مليان لحم ولحم، 20 برغوت. 20 برغوت برغتك وحده تسهل امرك. قول مجيدتين يا اخي. كرمه اهل الضياع، شلون حكي كرمه؟ لك شباب والله حاسس حالنا متخبط. ايه قول حالك شي براسي. يا اهلا وسهلا ومرحبا فيكم يا جماعه، حيا شرفتونا. تفضلوا على الاكل، والاكل على قد المحبه. ها الله يخلينا يا مختار. بسم الله عليك، شرفوا يا جماعه، شرفوا حوالنا يا شباب. حياك يا مختار، والله ما عندك حلا. والله كيف عندك حلا مختار؟ أهلاك أبو نجيب. الله يخلينا يا يا بي. الله يرضى عليك، الحرمة رايدة تشوفك انت وحرمتك وولادك، وداياني اخذ معي شيخ الجامع واحد بيعرف يقرأ ويكتب. شو بدها هالخنزيرة؟ يلعن ابوها بنت الكلب، ما بيكفي اللي عملته فينا. بس يا حرمة. يا بي الله يخليك، لا بدي شوفها ولا بدي تشوفني. يا بي الله يرضى عليك، الحرمة مصابحة ماسي، وكل الحكمة اللي شافوها قالوا ما بتعيش اكتر من يومين ثلاثة، والعلم عند رب العالمين. الله يرضى عليك يا ابني، انا بعرفك طول عمرك مسامح وقلبك كبير، خلينا نروح شوف شو بدها. ابن عمي بدك تكسر كلمة ابوك؟ لك شو هالحكي يا بديعة، انا بكسر الدنيا كلها ما بكسر كلمة ابي، بس والله مستصعبة شوي. لا تصعب تقبرني، انا رح لبس البنات وجهز حالي. الله يرضى عليك يا ابني، ويخلي لك هالحريمات ويرزقك بصبي بإذن الله. الله عز وجل ما عنده غير جبران الخواطر لك ابني. خلص يا ابي خلص، يلي بدك يا على راسي وبيصير. شرف 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 يا ابي شرف. وينو قاسم؟ ماني شايفته. فوت يا ابي فوت. ايه انا قاسم. سامحني يا قاسم، انا اعترفت اني ظلمتك، بدي قابل ربي نظيفه. انت من حقك تسامحني ومن حقك ما. روحي الله يسامحك. ولا كمان خليني اسمعها منيح، لا تطمن يا ستي. الله يسامحك، الله يسامحك دنيا وآخرة. من قلبك يا قاسم. ايه من كل قلبي. شهد اني وهبت مالي ورزقي لقاسم، اكتبوا ورقة بهالشي وهدوها انا ابصم لكم عليها. ما بدي منك شي بنوب، سامحتك هيك لوجه الله تعالى. هداك الصندوق اللي وراك في صيغة ومصاري حلن زلول، خذوا لبسوا لمرتك وبناتك. بس يا خانو. خلاص يا ابني، الحرمة وهبتك ومشي الحال. وين حرمتك وبناتك؟ ليكم برا. ناديلون بدي اشوفهم.
ابو ياسين ما بدك تسمعنا شيء مشان الشباب. ها لعيونك مختار. كفي ابو ياسين كم. اجى الشاي اجى الشاي يا سلام. هلا بدنا نسمع ابو ياسين. على راسي على راسي. أمان 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 والسامعين عيوني. يا معشر الناس يا معشر الناس ما بالزمن صاحب وفي يابا مليت حتى انبرى مني لساني وفي وفي قول ابن شداد قول راجح وفي وصل الحبل بالحبل يا بني عبس زمام وين اللي يرعى للصاحب وفاء وزمام تبقى النصيحة بجمل عند العرب وزمام أما اليوم كيل النصيحة للعداوة وفي أمان 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 والحاضرين عيوني. الله عليك يا رب. الله يسلمك يا رب. الله الله يديم المحبة. آمين. الله يديم الوفا يا رب. آمين يا رب العالمين. يلا وين الشاي يا ابني؟ يلا بسرعة.